يعني بكرة كمان هيشهد يوم حافل هنا في الفاتيكان واستقبال قداسة البابا تودروس الثاني من قبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، واللي يعني في ترتيبات كمان للزيارة، وفي حاجات ربما أول مرة هنشوفها تحصل ما حصلتش من 10 سنين ولا حتى في 50 سنة، منها مثلا إن هيبقى في كورس للألحان القبطية الأرثوذكسية هنا في ساحة الفاتيكان، يعني هيقول بعض الألحان القبطية العريقة أمام الحضور وأمام قداسة البابا تودروس الثاني وأمام قداسة البابا فرانسيس، ودي يمكن خطوة أول مرة تحدث. كمان أعتقد هيتم تلاوة يعني قانون الإيمان بمنطوقه، يعني اللي هو بقاله مئات السنين، مجمع نقيا طبعا هيتم بكرة كمان أعتقد هذا الأمر. في ترتيبات جميلة وحلوة لهذه الزيارة اللي هتبتدي من الصباح الباكر، يعني بتوقيت القاهرة ربما 7 صباحا أعتقد بتوقيت القاهرة. وعايز أقول ان احنا هنبقى على شاشة سي تي في ان شاء الله بكرة على الهواء مباشرة، طبعا من خلال أكيد. برنامج صباح النور، وهننقل كل ده على الهواء مباشرة، واي ترتيبات واي احداث هتشهدها الزيارة هتكون معانا على شاشة سي تي في. لكن كمان عايز اقول يا يوستينا ان الزيارة ليها شقين، زيارة يعني العلاقة الطيبة ما بين الكنيستين زي ما اتكلمنا، وهذه الزيارة التاريخية اللي بتحصل مرة كل 10 سنين أو هكذا تم يعني التكريس إنها تحصل مرة كل 10 سنين. كمان ما ننساش الزيارة الرعوية لقداسة البابا، واللي فيها هيستمتع الشعب القبطي هنا في روما بقداسة البابا ويلتقي معاهم في عشية وفي قداس وفي أكثر من اجتماع، وبعد كده يعني هينتقل قداسة البابا يوم 14 لإبراشية أخرى في إيطاليا، وهي طبعا إبراشية ميلانو. فعايز أقول لك يعني زيارة جميلة، زيارة الكل منتظرها سواء على طبعا. الجانب السياسي أو على الجانب الآخر الجانب الرعوي. كمان هيبقى معانا طبعا لقاء خاص في سفارتنا المصرية هنا في روما اللي هيستقبله قداسة البابا في السفارة، وده جميل. المرتب إن شاء الله يوم الجمعة الجاي.